أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى، ونتابع مع حضراتكم تفاصيل وانطلاق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة والمواعيد وتفاصيل التقديم. بعد عام واحد فقط من صدور توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام الماضي بسرعة إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها. استعرض دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر القادم، وتشمل هذه الجامعات جامعة أسيوط الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنوفية الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة حلوان الأهلية وجامعة الزقازيق الأهلية وجامعة بنها الأهلية وجامعة قنا الأهلية وجامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بني سويف الأهلية وأخيرا جامعة شرق بورسعيد الأهلية. لنقاش أكثر عن تفاصيل التقديم وشروط القبول ومواعيد الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة يشرفنا وينضم إلينا هاتفيا دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير وأهلا بك يا دكتور. مساء النور، أهلا، تحياتي أستاذ جميل. أهلا بحضرتك. بداية يا دكتور، يعني عايزين نعرف من حضرتك خطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة، ويعني كيف يمكن التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وأيضا موعد التقديم بتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة. يعني مبدئيا زي ما حضرتك أشرتي، اتاحت فرص كبيرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ستتاح إن شاء الله لطلاب الثانوية العامة والحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية هذا العام، وده بيتمثل في مسارين أساسيين. المسار الأول اللي حضرتك أشرتي له 12 جامعة أهلية، سيد الرئيس منذ عام كما أشرت حضرتك بالخبر، وجد زيادة عدد الجامعات الأهلية كمسار مهم للتعليم العالي. خلال عام واحد فقط إن شاء الله هذا العام هنبدأ ب 12 جامعة أهلية تضاف للمنظومة الحالية بإذن الله. إحنا بنتكلم في أكثر من جزء. الجزء الأول خاص بكيفية القبول بهذه الجامعات، هذه الجامعات سيكون لها تنسيق على غرار التنسيق الحكومي بحد أدنى للمجموع، هو ذات الحد الأدنى للجامعات الخاصة، وسيخصص له مرحلة التنسيق مستقلة تماما عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية. بدء الدراسة بهذه الجامعات الـ 12 سيكون أيضا في موعد بداية العام الجامعي القادم بإذن الله في أول أكتوبر من العام 22. نتكلم على هل هناك اختبارات قدرات في هذه الجامعات أم لا. طبعا أولا سيتم قبول الطالب عن طريق التنسيق الحكومي في مرحلة مستقلة، وبعد ذلك إذا هناك برامج تابع اختبارات قدرات ده ستجرأ من خلال الجامعات. فيما يتصل دي جامعات أهلية لا تستهدف بالأساس تحقيق الربح، ولكنها تستهدف فقط التشغيل الكفء وجودة التعليم والشراكة مع الجامعات الأجنبية والانفتاح على المتغيرات المعاصرة في التعليم وربط برامج الدراسية بسوق العمل. ولذلك الهياكل الأكاديمية والإدارية في هذه الجامعات الجديدة تم على هذا الهدف ولتحقيق هذا الهدف. بمعنى سيكون في نائب رئيس الجامعة، دوره الرئيسي هو الاهتمام بالتوظيف والابتكار في محاولة لربط التخصصات الدراسية التي تقدمها هذه الجامعات بفرص العمل المتاحة في السوق المحلي والسوق الإقليمي والدولي بإذن الله. هذا بالإضافة إلى نائب رئيس الجامعة مهمته الأساسية تدعيم الشراكات والتعاون الدولي مع الجامعات الأجنبية، وإعادة النظر أيضا في الجزئية الأكاديمية لربط كل العمداء المختصين في قطاع معين لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. إذن الهدف من ذلك هو أن احنا في الدولة لديها رغبة وإرادة حقيقية في تطوير البرامج الدراسية بحيث تؤهل الخريجين إلى سوق العمل بدلا من التخصصات التقليدية
اللي هي بتجعل عندنا كم كبير من الخريجين وفي حالة من عدم القدرة على الانتحار في أفواه العمل سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي، وبالتالي الهدف من زيادة هذه الجامعات والتركيز على البرامج الدراسية المعاصرة هو إن إحنا في خريج يستطيع الانتحار في أفواه العمل. طيب يعني خليني أسأل حضرتك دكتور عادل، يعني ما هي أبرز هذه البرامج الدراسية والتخصصات الجديدة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن؟ ما هي أبرز هذه البرامج في الجامعات؟ لو مسكنا قطاع قطاع، عندنا ثلاث قطاعات أساسية. إذا قلنا قطاع الهندسة، ما هو الجديد في برامج الهندسة؟ هل هي ذات البرامج الهندسية التقليدية أم أن هناك برامج دراسية جديدة في قطاع الهندسة؟ الإجابة بالتأكيد أن هناك برامج جديدة. إذا كنا بنتكلم على ميكاترونيك، إذا كنا بنتكلم على الطاقة الجديدة والمتجددة، إذا كنا بنتكلم على هندسة التشييد والبناء، إذا كنا والكثير من التخصصات المرتبطة بجانب الهندسة. كنا بنتكلم على الجانب الخاص بالمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، نتكلم عن هذا التخصص المهم في ضوء توجه كل مؤسسات الدولة إلى رقمنة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. أصبح هذا التخصص الخاص بالحاسبات والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي من أهم التخصصات اللي احنا محتاجينها على مستوى المحل وأيضا المستوى الإقليمي. إذا كنا بنتكلم على القطاع الطبي والصحي، هناك تخصصات جديدة أيضا في هذا القطاع مهمة محتاجينها جدا داخل السوق المصري ومحتاجينها أيضا في الخارج. ولذلك بأدعو الطلاب إلى مطالعة ومتابعة المواقع الإلكترونية للجامعات التي ترصد هذه البرامج الدراسية. مفهوم كلية القمة وكلية غير القمة، هذا مفهوم أصبح بائس ولا يلائم النهاردة التطورات اللي بيشتغلها سوق العمل المحلي والدولي. التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته من الدرجة الأولى هو التخصص اللي هيأهله بشكل أو بآخر إلى أن يلتحق بفرص العمل في سوق المحلي أو السوق الخارجي. طيب خليني أعود مع حضرتك مرة أخرى يعني للحديث عن جزئية التنسيق والحد الأدنى في التنسيق. حضرتك ذكرت أن تنسيق الجامعات الأهلية بيكون مستقل عن تنسيق الجامعات الحكومية، عايزين نعرف من حضرتك يعني الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية. الحد الأدنى للجامعات الأهلية سيختلف بطبيعة الحال عن الحدود الدنيا المخصصة للجامعات الحكومية. تنسيق الجامعات الحكومية كما هو متبع للطلاب عارفينه، بمجرد اعلان نتائج الثانويه العامه وصول الشهادات للطلاب ومعرفه الطلاب بفرص المتاحه، بيحصل مباشره بنعلن رسميا للطلبه عبر الطريق. عقب الانتهاء من المرحله الاولى من تنسيق الجامعات الحكوميه يبدا التنسيق بالجامعات الخاصه. يبدا الطلاب في التقدم للجامعات الخاصه لان الطالب في هذه الحاله قد عارف إذا كانت لديه فرصة في البرنامج الدراسي أو الكلية التي يرغب في الالتحاق بالجامعة الحكومية. إذا لم تكن لديه فرصة، يفكر الطالب فيما هي البدائل المتاحة لكي يلتحق بها الطالب. هنا سيكون سيبدأ التنسيق بالنسبة للجامعات الأهلية. ما أود التأكيد عليه لأنه الجامعات الأهلية التي أضيفت هذا العام هي 12 جامعة أهلية، حيث لها تنسيق من خلال موقع التنسيق ولكن في مرحلة تنسيق مستقلة عن التنسيق الحكومي، لأنه إحنا فينا في الحالة دي هيبقى فيه حد أدنى. حد الأدنى ده نفرق بين حد أدنى، حد أدنى بالمعنى إن إذا الطالب حصل على هذا المجموع زي ما هو متبع في الجامعات الخاصة يستطيع أن يقدم على هذه الكلية، ولكن ليس معنى ذلك بالضرورة أن يقبل، لأنه هيبقى فيه يعني نفترض جدلا يعني في كم ألف طالب تقدم على البرنامج وليكن طب بس، تمام؟ هيحصل مقارنة بين الطلاب وفقا للمجموع وترتيب هؤلاء الطلاب وفقا للمجموع لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب. فالفكرة هنا هي تطبيق فكرة التنسيق الحكومي في العدالة والمساواة بين الطلاب، ولكن ده هيبدأ إن شاء الله بعد يعني هيبدأ بإذن الله عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق المتبع اللي هو التنسيق الحكومي. طيب في جزئية هامة يعني لابد من التطرق إليها، هل يحق لطلاب الثانوية العامة التقديم
بالجامعات الاهليه بعد القبول في تنسيق الجامعات الحكوميه؟ التقديم في التنسيق الحكومي متاح لكل الطلاب، حق لكل الطلاب خريج الثانويه العامه وخريج الشهادات المعده العربيه والاجنبيه ان يتقدم الى مكتب التنسيق في هذا حق. نحن نتحدث في مساله، طب اذا طالب لم يحقق البرنامج الدراسي او لم ينسق على البرنامج او الكليه التي يرغب فيها، هنا يفكر الطالب مباشره في البدائل. والبدائل هنا امامه جامعات اهليه، امامه جامعات خاصه، وامامه افرع جامعات اجنبيه، وامامه جامعات تكنولوجيه الى اخره. هنا الطالب في اطار مجموعه وما يرغب في الالتحاق به يقدر ياخد القرار في الاكتفاء والنقاش بالتاكيد مع اسرته، ياخد القرار في ضوء التخصص الذي يود ان هو يلتحق. تمام. دكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي، انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل المعلومات اللي اضفتها الينا. شكرا. ايضا يعني كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعه، وبالتاكيد في نهايه هذه التغطيه بنتمنى كل التوفيق ونجاح لكل ابنائنا الطلاب في الثانويه العامه. شكرا لكم والى اللقاء.